السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقة المشهد لهذا اليوم. اليوم نحملكم الى السودان واخر المستجدات على الساحة السودانية. حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية في السودان يكشف عن تفاصيل مبادرة حول الأزمة في السودان، ورئيس السلطة الجنرال البرهان يصدر مرسوما دستوريا يمنح الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والخرطوم تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة بشأن سد النهضة. إذن كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تفاصيل مبادرته التي أطلقها أمس الثلاثاء بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده. وعرض حمدوك مبادرته في مؤتمر صحفي، حيث تضمنت هذه المبادرة 7 محاور نحاول أن نستعرضها معكم لنفهم ماذا يريد حمدوك. إذن طرح في مبادرته إصلاح القطاع الأمني والعسكري، حيث اعتبر أن القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد، وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا لسلام للسودان. المحور الثاني في مبادرة حمدوك هو العدالة، حيث أكد أنه ملتزم بتحقيق العدالة استجابة للمطالب الشعبية خلال ثورة ديسمبر 2018. والنقطة الثالثة في هذه المبادرة هو الاقتصاد، حيث يشهد السودان أزمة اقتصادية غير مسبوقة من خلال ارتفاع أسعار المواد الأولية، فضلا عن أزمات الوقود والكهرباء. ويذكر أن السودان أعلن عن تطبيع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل فك القيود الاقتصادية المفروضة من واشنطن، ورغم ذلك يرى الخبراء أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا. المحور الرابع في المبادرة هو السلام، وهو محور مهم واستراتيجي خاصة مع التطورات الأخيرة في منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما جاء في نص المبادرة، فضلا عن الأزمة التاريخية في إقليم دارفور غربي السودان، وهي الأزمة التي تدخل عقدها الثاني ولا تزال المنطقة في حالة قتال وصدام ونزوح وتشرد. المحور الخامس في مبادرة حمدوك يتمثل في تفكيك نظام 30 يونيو، أو ما يعرف بنظام عمر البشير، ومحاربة الفساد، حيث دعا إلى الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن حسب تعبيره، وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة، والتزام جميع الأطراف بالعمل للوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني. المحور السادس هو السياسة الخارجية والسيادة الوطنية، حيث شدد على ضرورة الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال. أما المحور السابع والأخير فهو المتعلق بالمجلس التشريعي الانتقالي، حيث أكد أن البلاد تواجه تشظيا سياسيا وعسكريا، وأن المبادرة تتضمن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في غضون شهر والمضي في ملف العدالة الانتقالية. الحديث في هذا الموضوع معنا دكتور عبد الحميد خالد، الأمين السياسي للجبهة الوطنية العريضة، معنا عبر سكايب. دكتور عبد الحميد أهلا بك. ألف مرحبا. أهلا وسهلا. أنا وقت أشكر قناة الحوار للاستضافة والحديث حول هذا الأمر، وهو أمر مهم جدا ويشغل كل المتابعين العرب التطورات تشهدها السودان. نبدأ ننطلق من المبادرة حمدوك. أولا دلالات التوقيت والسياق العام الذي تنزلت في هذه المبادرة دكتور عبد الحميد. والله نحن في الجبهة الوطنية العريضة نسمي بما ورد في خطاب المجرم حمدوك ليس بمبادرة، إنما مؤامرة في إطار سلسلة من المؤامرات ظلت السلطة العسكرية الانتقالية تحيكها تجاه جماهير شعبنا. السلطة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني ظلوا يحكون هذه المؤامرات والدسايس كلما شعروا بأن جماهير شعبنا قد أحكمت الخناق وقبضت الخناق وحاصرت هذا النظام وأوشك النظام على السلطة، يخرجون علينا بما يسمى بهذه المبادرات أو المؤامرات والدسايس. فهون يتحدثون لكي يقول الشعب السوداني أصبر
سنعبر وسننتصر، ولكنهم لن يعبروا ولن ينتصروا، لأنهم لأن احنا في الجبهة الوطنية العريضة نصف بما حدث في 11 أبريل 2019 بأنه لم يكن انحيازا للثورة. اللجنة الأمنية لنظام المجرم البشير لم تنحاز إلى الثورة، بل انقلبت عليها، ولكن ساعدتها قوى الحرية والتغيير في هذا الانقلاب، وقعت معها على الوثيقة الدستورية التي تعمل الآن على إجهاض الثورة، خيانة أهدافها ومطالبها. وهذه الوثيقة كرست جميع السلطات والصلاحيات الهامة والضرورية لإنجاز الفترة الانتقالية في أيدي العسكر، وهم الآن أصبحوا ديكور، هؤلاء ما يسمون بأنفسهم بالمدنيين في السلطة الانتقالية، أصبحوا ديكورا يزين سلطة العسكر، أصبح زيادا للعسكر المجرمين السفاحين القتلة. ولذلك نحن كل المبادرات التي في يعني ظل حمدوك يرددها ويطلقها كلما شعر بأن الشعب غير شعبنا تخرج لتحكم غبطة الخناق. و يعني دكتور، ما أفهمه من كلامك دكتور عبد الحميد بأن هذه المبادرة أتت لامتصاص أي هبة اجتماعية شعبية محتملة، لأن الوضع في السودان سيء جدا على المستوى الاقتصادي والمعيشي، وحمدوك قام بخطوة استباقية لامتصاص الغضب الشعبي، هكذا ترى؟ نعم، هذا بالتحديد ما تم، وظل يفعل هذا في جميع حينما يعلن الثوار لديهم جداول في الخروج للانقضاض على هذا النظام. الخطة الآن هو استمرار الثورة لإسقاط الوثيقة الدستورية وإسقاط جميع المؤسسات التي قامت بناء عليها. وكل ما شعر حمدوك وجميع الأزيال العسكر وكذلك العسكر في السلطة الانتقالية بأنهم أن النظام غاب قوسين وأدنى إلى السقوط، يخرجون علينا بمثل هذه المؤامرات، نحن نسميها مبادرة، هذه هي مؤامرة، وهذا هو هذا كذب وخداع وتضليل وتخدير لجماهير شعبنا، يمنونها بإمكانية تحقيق أهداف الثورة، فأصبروا علينا وانتظروا وسنعبر وسننتصر بهذا الأمر. لكن جماهير شعبنا ماضية إن شاء الله، ماضية في نضالها من أجل اجتثاث هذا النظام من جذوره. طيب دكتور عبد الحميد، بعد إذنك دكتور عبد الحميد، في هذه المبادرة وفي ممكن في المحور السادس مثلا وأيضا في المحور الأول، حمدوك أشار بشكل واضح ومباشر إلى أزمات داخلية داخل السلطة في علاقة بتوحيد المؤسسات الأمنية والجيش وبالسياسات الخارجية وتوحيد الموقف من القضايا الخارجية. ألا ترى ممكن هذا ترجمة لصراع داخلي بين أطراف السلطة؟ الصراع الداخلي الذي يدور غير معني بتحقيق أهداف الثورة، هذا صراع لتقسيم الكيكة بينهم، وهم جميعا متفقون عسكريون ومدنيون متفقون على إجهاض هذه الثورة وخيانة أهدافها ومطالبها. والدليل على ذلك أن أهداف الثورة ظلت منذ توقيع الوثيقة الدستورية في يوم 4/8 وفي يوم 17/8/2019 لم تبارح مكانها، لم يحققوا ذرة من أهداف الثورة ومطالبها، وظلوا كلما شعروا بأن شعبنا قد يخرج لإسقاط هذا النظام خرجوا عليه بمثل هذه المبادرات وبتكوين اللجان وبلجان التمكين لتخديره وتضليله وخداعه. ولكن جماهير شعبنا لن تخدع مرة أخرى، تعلم ذلك أن أهدافها أهداف الثورة لم تتحقق الآن. يعني الثورة قامت من أجل اجتثاث وتصفية نظام الإنغاز من جذوره، هو يتحدث بعد سنتين أنه لا بد من اجتثاث نظام الإنغاز وإزالة نظام الحزب الواحد، ماذا كان يفعل في سنتين؟ الثورة قامت من أجل إعادة بناء الدولة السودانية بإعادة بناء القوات النظامية، والوثيقة الدستورية شرعنت وضع العسكر، قالت إن مهمة إعادة القوات النظامية هي مهمة العسكر وليس المدنيين، ولا دخل لحمدوك بذلك. في الفقرة 12 من المادة 8 في الوثيقة الدستورية قالت ذلك، قالت إن مهمة إعادة القوات النظامية هي مهمة الشق العسكري في السلطة الانتقالية، اللي هم أعضاء مجلس السيادة الخمسة ووزير الدفاع ووزير الداخلية والقوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن والدعم السريع الذي الميليشيا التي أصبحت الآن هي جيش البلد. هذه هي التي تعيد بناء القوات النظامية. حمدوك ما لا دخل له بذلك، ولا دخل للمدنيين بسلطة انتقالية بعد بناء القوات النظامية. كذلك الثورة قامت من أجل إعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة. النيابة العامة والسلطة القضائية في بعض القضاة وبعض وكلاء النيابة هم أعضاء في هذا الأمن والمخابرات. كذلك الثورة قامت من أجل معالجة أمر المحكمة الدستورية اللي هي الآن سيف مسلط على رغبة المجلس التشريعي، وكذلك هي يعني
الهدف من الأساسي منها تعمل كنترول على أحكام السلطة القضائية. هنالك أحكام سلطة قضائية صدرت بالإعدام بحق المتهمين في قتل الشهيد أحمد الخير، لم يعدم. والمحكمة الدستورية هي الآن هي حسب فقر نص الفقرة ها من المادة 15، الفقرة ها من المادة 15 والفقرة ألف المتفرعة من الفقرة واحد من المادة 16، بأنه هذه المحكمة الدستورية تستطيع أن تبطش جميع التشريعات، جميع التشريعات في الدولة. والفقرة 5 والفقرة 6 كذلك من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 كذلك تقول إنه قرارات المحكمة الدستورية نهائية وباتة وغير قابلة للتعديل. طيب دكتور عبد الحميد استسمحك، وكأنك هنا تقول بأن هناك أطراف تسعى داخل السلطة في استدامة هذه الأزمة وتذهب نحو إيجاد تقنيات أو فنيات في إدارة الأزمة أو سياسات في إدارة الأزمة أكثر من البحث عن حلول من أجل الخروج. يعني استدامة الأزمة هذه يبدو من مصلحة الأطراف التي في السلطة. لا أبدا، هم أصلا ما معنيين بتحقيق أهداف الثورة. يعني حمدوك هذا أصلا هو حمدوك صنيعة نظام الإنغاز الشمولي، رشحوا نظام الإنغاز الشمولي للكوميسا، رشحوا المجرم البشير للكوميسا وسقط في 2018، كما رشحوا نظام الإنغاز الشمولي لوزارة السرقة والنهب وزارة المالية. وهذه الوزارة لم يأتي على رأسها إلا قادة النظام اللي هم مثال عبد الوهاب عثمان والزبير أحمد الحسن وعبد الرحيم حمدي، يعني هؤلاء قادة مقربين من المجرم البشير. أما حمدوك حتى لرئاسة الوزراء لم تقوم بترشيح الحرية والتغيير، رشحوا النظام، رشحوا المجرم صلاح قوش اللي هو ممثل اللجنة الأمنية في الاجتماع الشهير في أديس أبابا. يعني حمدوك هو صنيعة نظام الإنغاز، ومهمته الأساسية بتكمن في تخدير وخداع والكذب وتضليل الثوار. حمدوك مهمته في أنه يبقى على مؤسسات النظام والإبقاء على سياسات النظام والإبقاء على رموز النظام، ويظل النظام موجود إلى نهاية الفترة الانتقالية. هذا هو الاتفاق الذي بين حمدوك وبين أعوان نظام الإنغاز الشمولي، لذلك رشحوا على هذا الموقع وجابوه ويقوم بهذه المهمة بامتياز. حمدوك ما معني بتحقيق أهداف الثورة. أهداف الثورة كما قلت لك قبل قليل إعادة بناء القوات النظامية، إعادة بناء السلطة القضائية، وإعادة بناء النيابة العامة، وإعادة معالجة أمر المحكمة الدستورية، وكذلك إعادة بناء الخدمة العامة. حمدوك الوثيقة الدستورية الحق الوحيد الذي كفرت له الوثيقة الدستورية هو تعيين قادة الخدمة العامة وعزلهم، وهو لم يقم بذلك لأنه عنده اتفاق سري. هو يعين قادة النظام والفلول في جميع المواقع بتاعت الخدمة العامة، ويفصل الوطنيين الشرفاء من جميع المواقع. فحمدوك هو صنيعة نظام الإنغاز وجاء ليبقي على نظام الإنغاز ويبقي على سياساتي ويبقي على مؤسساتي. دكتور وعلى دكتور بعد إذنك، مثل ما تفعلتم أنتم إلى نهاية الفترة الانتقالية، ولذلك نحن في الجبهة الوطنية العريضة. طيب دكتور بعد إذنك سنأتي لموقف الجبهة. دكتور بعد إذنك سنأتي لموقف الجبهة، لأنه مهم موقف الجبهة وأيضا موقف بقية شركائكم في الشأن السياسي وإدارة الشأن العام في السودان. تبقى معنا دكتور لاستعراض تفاعل السياسيين والإعلاميين وعموم الفاعلين في المشهد السوداني، مواطنين شباب الثورة وغيرهم، مع هذا التطور الحاصل والمربك في الأزمة السودانية، الأزمة السودانية نتحدث هنا. عبد الظاهر حسن يقول حمدوك السودان يواجه أزمة سياسية بامتياز من الدرجة الأولى، ويعني بالسوداني دي الحقيقة ظهرت بين كل كيان سياسي وآخر ليحجز مقعد، وكأنها غنيمة ولم ينظروا تماما أنها فترة انتقالية، وكل حزب يجهز نفسه لما بعد الانتقالية ليحكم، وأصبح التناوش بينهم والتخوين هو المعترك وليس وضع أساس انتقال ديمقراطي. كذلك في نفس الشيء داليا طاهر تقول حمدوك قدم آخر غصن زيتون لديه لشركاء الانتقال، إن كانوا بالوعي الكافي والنضج السياسي للالتفاف حول رؤية واحدة سنخرج بالسودان لبر الأمان وإن علت الأنا والانتصارات الشخصية على الوطن. فلا تحدثونا بعد ذلك عن السودان الغد وراء حروفي، وهو يتحدث لمحته يأسا بائنا. محمد مدثر
أيضا تفاعل مع هذا الخطاب. من الواضح أن حمدوك يعاني من تشكس شركاء الحكم وأنه يعمل في وضع معقد وأنه يواجه تحديات داخل الحكومة أكثر من تلك التي تأتيه من الخارج، ولكنه آثر الاكتفاء بالتلميح وتجاهل الحديث عن مسألة شركات الأجهزة الأمنية وأموال لجنة التمكين. ولكن السؤال، هل له رؤية واضحة لمعالجة الأمر؟ مجاهد أيوب تفاعلا مع هذه المبادرة، مبادرة حمدوك تأتي في منعطف تاريخي خطير ليس كخطوة في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة فحسب، بل وحدة وتماسك السودان، ولأول مرة يناشد القوى الثورية. لذا وجب على الثوار ضرورة رفع المبادرة في شكل مذكرة أو مذكرة للشق العسكري بمجلس السيادة في مليونية 30 من يوليو. أحمد الإمام في نفس الإطار، للأسف حمدوك يعمل على كسب رضاء العسكر والأحزاب أكثر من الشعب، ونتيجة ذلك تردي الوضع. عندك نموذج للجنة إزالة التمكين تحقق أهداف شباب الثورة، لذلك لها كل الدعم منهم عكس حمدوك الذي لفظ شباب الثورة. إذن هكذا كان التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. نعود إلى ضيفنا عبر سكايب الدكتور عبد الحميد خالد، الأمين السياسي الجبهة الوطنية العريضة في السودان. دكتور، موقف الجبهة بعد هذه المبادرة، ويعني هل هناك تنسيق مع أطراف أخرى، وهل هناك خريطة طريق وخطة تحرك؟ والله نحن في الجبهة الوطنية العريضة نرى أن نحن ضرائنا من منذ توقيع الوثيقة الدستورية ومنذ أن أعلن العسكر اللجنة الأمنية في يوم 11 أبريل زورا وبهتانا حيازه بالثورة، لأنه النظام ما سقط. نظام الإنغاز الشمولي الدكتاتوري ما زال قائما بمؤسساته وقائما بسياساته وقائما برموسه، النظام لم يسقط بعد. ولذلك نحن نرى أن هذا الوضع الدستوري الكارثي الحالي غير قابل للإصلاح والتحسين، لا يمكن تحسينه على الإطلاق. الثورة قامت من أجل تحقيق تلك الأهداف التي تحدثت عنها، وكذلك من أجل إعادة بناء إعادة هيكلة الاقتصاد والخدمة العامة، ومن أجل تقديم إغاثة النظام وعوانهم للمحاسبة والمحاكمة على كافة الجرائم والموبقات التي يظلوا لمدة 32 عاما يرتكبونها في حق المواطن الوطن. وهذه الأهداف لم تبارح مكانها، ولذلك وفي ظل هذا الوضع الدستوري الكارثي الحالي لا يمكن تحقيق أهداف الثورة على الإطلاق. حمدوك نفسه صنيعة نظام الإغاثة الشمولي، والوثيقة الدستورية كرست جميع السلطات والصلاحيات والاقتصاد في يد العسكر، عسكر اللجنة الأمنية للمجرم البشير. فنظام الإنغاز ما زال موجود بسياساته، موجود بمؤسساته، موجود برموزه. فالحل يكمن فقط في استمرار الثورة لإسقاط الوثيقة الدستورية وإسقاط جميع المؤسسات التي قامت بناء عليها، وقيام وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة انتقالية مدنية كاملة خالية تماما من العسكر وخالية من دعاة الهبوط الناعم والتسوية، لتعمل هذه السلطة الانتقالية المدنية الكاملة على إعادة بناء الدولة السودانية، تعيد بناء القوات النظامية، قوات مسلحة، قوات شرطة، قوات أمن، تعيد بناء السلطة القضائية والنيابة العامة، تعالج أمر المحكمة الدستورية، وتعيد بناء الخدمة العامة، وتعيد هيكلة الاقتصاد لمصلحة الفقراء والمساكين والمسحوقين، وتقدم غادة النظام وأعوانهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة على كافة الجرائم والموبقات، كافة الجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 32 عاما يرتكبونها بحق المواطن الوطن. أنا أتحدث عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل اللي تمت في دارفور في جبال النوبة والنيل الأزرق وأمري وكجبار ورسودان والعيلفون ونيالة وشهداء رمضان وسبتمبر 2013 وشهداء الثورة السودانية منذ انطلاقها إلى اليوم إلى آخر شهيد أبو عكر وكل الشهداء. ولذلك وكمان محاكمة، بإضافة إلى محاكمة أزيال النظام على جرائم الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الإعلامي وجرائم انحطاط التعليم وانهيار النظام الصحي. ونحن في الجبهة الوطنية العريضة عدينا مشروع قانون لمعاقبة الفساد والعزل السياسي لمحاكمة هؤلاء المجرمين على كافة هذه الجرائم. كل هذه الجرائم اللي حصيناها في هذا في قانون سميناه قانون معاقبة الفساد والعزل السياسي. وكذلك عدينا مشروع كامل اسمه البديل الديمقراطي لإدارة الفترة الانتقالية، وإن شاء الله هذا المشروع الآن مطروح إلى جميع الثوار، والآن الثوار يتدارسوه ليكون البديل الديمقراطي لهذا الوضع الدستوري الكارثي. نسقط هذا الوضع ويقوم على الوضع الدستوري الجديد
هذا الموضوع المشروع يشتمل على برنامج كامل الفترة الانتقالية، ويشتمل على السلطة التي تقوم بتنفيذ هذا البرنامج، وخارطة الطريق بكيفية تشير إلى كيفية تنفيذ هذه الرؤية. لا، ليس هنالك مخرج سوى استمرار الثورة لإسقاط هذا الوضع الدستوري الكارثي الحالي. ويستمر هذا الوضع بهذه الطريقة إلى نهاية الفترة الانتقالية، لن تتحقق أهداف الثورة، وسيأتي فلول النظام مرة أخرى إلى السلطة. هم الآن موجودين قائدينها، لكن سيأتوا بالانتخابات المزورة، لأنهم يملكون المال المنهوب والإعلام الضليل وخبراتهم المعطونة بالفساد والمشبعة بالقهر. ولذلك نحن لن نسمح بقيام انتخابات إلى أن تستمر الفترة الانتقالية، وتقوم سلطة انتقالية مدنية كاملة لتعمل على تحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة. أهداف الثورة ومطالبها كاملة غير منقوصة التي حدثت عنها قبل قليل. أشكرك دكتور عبد الحميد خالد، الأمين السياسي الجبهة الوطنية العريضة في السودان، كنت معنا عبر سكايب من الخرطوم. شكرا لك دكتور، ونذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال رسم المشهد. حمدوك يعرض تفاصيل حكومة مبادرته حول أزمة السودان. البرهان يصدر مرسوما دستوريا يمنح الحكم الذاتي لولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان والخرطوم. تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة بشأن سد النهضة، مواضيع سنتناولها في الجزء الثاني من المشهد لهذا اليوم. فأهلا بكم، ونرحب كذلك بضيفنا الأستاذ مناضل عبد الله إسحاق، صحفي السوداني. أهلا بك أستاذ مناضل. أهلا وسهلا. إذن حمدوك، رئيس الحكومة يذهب بعيدا ممكن بمبادرته هذه حسب ما يرى العديد، وأيضا مرسوم لافت، مرسوم دستوري يمنح الحكم الذاتي لولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان. كل ذلك سنناقشه، ولكن بعد هذا الفاصل، عفوا بعد هذا التقرير، تابعوا معنا. نحن بنلتقي اليوم. كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن تفاصيل مبادرة وطنية شاملة، وذلك لمواجهة ما أطلق عليه الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال السياسي في السودان. وتتضمن المبادرة في طياتها 7 محاور، وهي إصلاح القطاع الأمني والعسكري والعدالة الاقتصادية والسلام وتفكيك نظام 30 من يونيو، أي نظام عمر البشير، ومحاربة الفساد والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية والمجلس التشريعي الانتقالي. وقال حمدوك في كلمته إن أسس التسوية الشاملة تشمل توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل، وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة. وأضاف حمدوك أن السودان يواجه أزمة سياسية بامتياز من الدرجة الأولى، وإنه ما لم ننجح في حل هذه الأزمة فإن كل الملفات ستظل تراوح مكانها، مشيرا إلى أن حكومته تتعامل بكل جدية وصرامة في معالجة وحماية الانتقال السياسي. وختم مؤتمره حمدوك محذرا بقوله: السؤال الكبير الذي نواجهه هو أن يكون السودان أو لا يكون، ولازالت السودان تمر بتجاذبات سياسية وأمنية وتدهور اقتصادي إبان الإطاحة بعمر البشير بعد موجة من الاحتجاجات التي عمت البلاد في أبريل 2019، وأعلن على إثرها الجيش السوداني تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة في البلاد. إذن أستاذ مناضل، في المبادرة 7 محاور: الجيش، العدالة، الاقتصاد، الأمن والسلام، الفساد، السياسة الخارجية والوحدة. أنطلق معك بمسألة الوحدة. نعم. يعني تقريبا كلها تصب في هذه النقطة 7، وتخوف من تشظي السودان ومن تفكك من التفتيت، مسكونة في المحور 7.
هل وحدة السودان الآن على المحك؟ نعم فعليا على المحك نسبة، يعني أنت تتحدث عن دولة بها أكثر من قوات أو أكثر من جيش، وهذا خطر الأولى أكثر من مؤسسة أمنية، يعني أكثر من مؤسسة أمنية بالضبط. يعني حتى يعني في مسألة اتخاذ القرار، يعني خاصة في السياسة الخارجية هناك قوات حتى على مستوى القوات الأول والمستوى الجهة العسكرية كل يتخذ القرار الذي يناسبه هو، متناسين بأنهم في دولة واحدة أو في بلد واحد. هذا الذي يشكل تهديد كبير جدا بالنسبة للتشظي للتدهور الكبير، أو ممكن يؤدي إلى الانقسام، يعني غير القوات المسلحة الرسمية إضافة لقوات الدعم السريع، إضافة للجبهة الثالثة تمازج، إضافة إلى الحركات المسلحة التي وقعت للسلام مؤخرا، إضافة إلى الحركات التي لم توقع السلام حتى الآن. الانقسام إضافة إلى الأجهزة الأمنية المخابراتية والشرطية التي نعم يعني الأجهزة الأمنية نعم أنا كنت سأتحدث عن هذه النقطة تحديدا. الأمن والشرطة يعني في داخلها وحتى القوات المسلحة في داخلها هناك انقسام كبير جدا، يعني خاصة أن القيادات الرئيسية للجيش وللشرطة وللأمن في البلاد يعني هي كما يوصف بأنها هي بقايا النظام السابق أو هي كحرس للنظام السابق. مصالح هذه الأجهزة الأمنية أو قيادات هذه الأجهزة الأمنية أن تبقى أو أن تؤول الأمور إلى الأسوأ، وأن تحدث مشاكل، أن تحدث فوضى خلاقة حتى يجد التفويض ليعود مرة أخرى بشكل أو بآخر. أما الجزء الآخر من الجيش أو الجزء الآخر من القوات الأمنية الموجودة هي ترفض هذه النقطة. القسم الآخر البعبو كما يسمى الآن في السودان قوات الدعم السريع الذي صنعه البشير، وأصبح مسألة تزويبه أو مسألة اندماجه في الجيش يشكل تحدي وتهديد كبير جدا، خاصة بأن القوات الدعم السريع مدعوم بشكل كبير جدا من الخارج من دول معينة، والآن هو وصل إلى قناعة بأنه هو من المفترض أن يكون له كينونته الخاصة، مفترض أن يكون له يعني وقعه الخاص وسيطرته، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأنه يطمح لحكم السودان. هذا الذي يشكل تهديد وتحدي خطير جدا للسودان. هذا أنا أتحدث عن حميديتي. حميديتي يبدو فعلا هو الدولة داخل الدولة وله خياراته وحتى المواقف الخارجية كما أعلنت. حميديتي أيضا وهنا مسألة مهمة جدا، يعني سخر هذه القوة العسكرية الأمنية التي يكسبها، دعنا نقول حولها إلى مؤسسة خاصة، لديه ميليشيات في اليمن، لديه ميليشيات في ليبيا، يقدم خدمات أمنية لبعض الدول في حراسات لأجهزة سيادية. يعني مشهد يذكرنا بجمهورية الموز في أمريكا اللاتينية وليست السودان على الأقل التي لحد ما نعم بالضبط ثبتت هيكلة مهمة للجيش وللأمن. نعم يعني المريف في الأمر إن هذه القوات ولائها لقائدها فقط حميتي، وغير هذه غير المسألة الولاء لحميتي فقط، هي يعني جزء كبير من هذه القوات هي أصبحت مسألة قبلية أكثر مما هي قوات قومية، وهذا الذي يشكل يعني خطر كبير جدا. غير الارتزاق الذي يعني وصف به قوات الدعم السريع، يعني هي الآن تسيطر على أجزاء كبيرة جدا في السودان في بعض مناجم الذهب، صحيح. بعض الأماكن التي الآن يعني ما تستغلها لصالحها الخاص، لصالحها الخاص مناجم ذهب الذي السودانية تستغلها لمصالحها الخاص، نعم، والذي أصبح يسيطر لأنه إذا اجتمعت السلاح والمال والقوة في 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 مكان واحد، هذا الذي يعني يشعر الجميع صراحة بقلق كبير. هي قوات غير نظامية، يعني هي ليست مدربة وليست مؤهلة بأن تكون قوات رسمية. فالآن يعني الذي يشكل خطر تحديدا كيفية إدماجه في 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 القوات المسلحة. وحمدوك أشار في مبادرته إلى أهمية أن يكون هناك قوات مسلحة واحدة ومهيكلة حتى، وأيضا يعني أشار إلى نقطة إنه لابد من توحيد يعني إصدار القرارات، أن يصدر القرارات من مكان واحد. هذه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع كل يتخذ القرارات في السياسة الخارجية تحديدا بما يقتضي مصالحهم، فهذا يشكل تهديد خطير جدا للدولة. وهذا ما لاحظناه في تصريحات مثلا الكاتب أو وكيل وزارة الخارجية مع تصريحات وزارة الخارجية مختلفة حول مسألة التطبيع والتقارب مع دولة الاحتلال. هناك نقطة أخرى أيضا في حاجة أن نفهمها أكثر. حمدوكو جزء من السلطة، نعم، وجزء من الحالة السياسية المتحكمة الآن في السودان، نعم، وينتقد هذه الحالة في نفس الوقت ويبدي تخوفات منها. في تقديرك لهذا في إطار توزيع أدوار كما يرى العديد؟ هي مسألة هي يعني من أجل أحداث تنفسي، يعني غضب شعبي كبير جدا الآن في السودان من هذه السلطة، لم تحقق شيء على المستوى الخدم. السودان أصبح السودان يفتقد الرغيف،
يعني السودان يفتقد المحروقات، أبسط الخدمات، أبسط الضرورات الحياتية موجودة. هناك غضب كبير جدا. من أجل التنفيذ طرح حمدوك هذه المبادرة بشيء من النقد، ويعني محاولة الإشارة إلى هينات وعقبات داخل السلطة. نعم، حمدوك جاء إلى 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 السلطة يعني بعد ثورة يعني كبيرة جدا شهدها العالم أجمع. هو شخصية كاريزمية متفق عليه تقريبا من كل أو من غالبية فئات الشعب السوداني، ولكن ربما يعني غيب الآمال، ولكن المشهد يعني مؤقت أكثر مما هو يبدو في الخارج. يعني مشاكل في الداخل، النخبة السياسية الموجودة في السودان هي يعني نخب يعني يهمها مصلحتها فقط بعيدا عن السودان. البعض يتحدث عن ضعف حمدوك أو ضعف في شخصية حمدوك وتعاطيها أو تعاملها مع الأحداث والمواضيع في السودان، ولكن الظاهر للعيان الآن يعني هذه المبادرة وفي هذا التوقيت تحديدا ربما جزء منه هو مسألة امتصاص غضب الشارع، خاصة الجميع يعني الآن يتجهز لمسألة لمواكب 30 يونيو، وهي الذكرى التي يعني كانت ما بعد فض المظاهرات العارمة المليونية التي حدثت ما بعد فض الاعتصام. المشاكل الكبيرة التي يعني حدثت في السودان، التردي الكبير اللي حصل في الاقتصاد تحديدا وحتى في كل مستويات الدولة، جعل حمدوك يعني يعني هو تحدث سابقا بأن لابد من يعني امتدح الشراكة وحاول قدر الإمكان أن يكون هناك يعني تعامل أو أن يكون هناك انسجام ما بين مكونات السلطة، ولكن يعني فشلت كل هذه التفاصيل. لذلك هو جاء بهذه المبادرة في هذا التوقيت لامتصاص غضب الشارع أولا ولكسب الشارع. وحمدوك كما قلت قبل خليل هو متفق عليه من غالبية المجتمع، وبهذه المبادرة كأنه وضع الكرة في ملعب الشعب وفي ملعب الثوار، في ملعب من يدعمون ويقفون مع الثورة بعيدا عن المكونات السياسية والأحزاب السياسية. يعني قرار هذه المبادرة في هذا التوقيت كأنه يعني التف أو بأنه قد يتجاوز الحاضنة السياسية التي جاء منها ومكونات الحكومة الانتقالية في هذه الفترة. هذا الانتقاد ليس 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 انتقاد الجانب العسكري فحسب، بل حتى في رسالة واضحة وقوية جدا إلى المدنيين في السلطة وللقوى السياسية وللحاضنة السياسية التي جاء هو منها. أنا دعني أقول لك أنه حمدوك أراد أن يقفز من السفينة لأنه شعر بأن الوضع معقد ولا يستطيع أن يديره، وتورط، هو لا يستطيع يدير هذه الأزمة، تورط وأراد أن ينقذ نفسه لا أكثر ولا أقل. يعني هي ليس 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 إنقاذ نفسه فحسب، طالما هو يعني هو مسؤول لحد ما. طيب هو مسؤول، أنت رئيس حكومة انتقالية توجه هذه المبادرة، هي في آخر الأمر تمس جزء من عملك، في آخر الأمر أنت مسؤول، وكأنه هنا يقول أنا مسؤول وفشلت وانسحب. يعني هذا موقف يكون بطولي وأخلاقي على الأقل بعيدا عن السياسة. نعم، هي ليست فشل بالأحرى، ولكن يوجد تعقيدات كبيرة جدا في المشهد. عدم وجود الرغيف وعدم وجود المحروقات، عدم وجود المستلزمات الأساسية للحياة، لا تعتبره فشلا؟ هو فشل إلى حد كبير طبعا. ولكن الذي ينظر للأحداث الداخلية وللتركيب المؤقتة في السياسة الداخلية السودانية، نحن في السودان يعني أنت يعني فضلا عن أنك تتحدث عن حكومة انتقالية جاءت بعد نظام يعني جثم كما يقولون على صدور السودان لمدة 30 عام، نظام عسكري أيديولوجي في نفس التوقيت. فمسألة معالجة كل المشاكل الداخلية هذه مسألة صعبة جدا. كون الخطأ الأول قبل حضور حمدوك، كونه ترضخ القوى السياسية بوجود العسكر كشركاء أساسيين في التغيير في هذه المرحلة تحديدا، هي ليست يعني هي التي أضاعت الثورة وهي التي يعني سرقت الثورة. خطأ قاتل هذا، خطأ قاتل طبعا، وجميعنا يعلم ويدرك بأن العسكر في السودان بحسب تاريخ السودان الطويل من بعد الاستقلال أكثر من 60 سنة، يعني السنوات التي حكم فيها التي حكم فيها السودان مدنيا لا يتعدى 10 سنين، يعني تقريبا 8 سنين، 8 سنوات بالضبط. فالأقلية العسكرية الموجودة في السودان هي التي تسيطر. يا أخي نحن في السودان يعني إذا العسكري إذا حتى لو كان مدني، إذا كان يريد أن يستفزك أو يريد أن كأنه ينبسك يقول لك يا ملكي، يعني في مشكلة في الفهم في 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 فهم في الفهم العسكري الطبيعي، لأنه هو عسكري هذا مهامه الذي يقوم به، والمدني هذا هو شخص آخر يقوم بمهامه. يعني في اختلال في المفاهيم
أولا. لذلك القوات الموجودة حاليا أو القيادات الأمنية الموجودة هي حرس للنظام السابق, وهي التي يعني تمضي مثلا نظام, هي التي تؤرقل الأوضاع الاقتصادية, تؤرقل العدالة الانتقالية, لأنه هذه العدالة التي ينادي بها الجميع في السودان أكثر من الخبز والرغيف. يعني إذا تم تحقيق هذه العدالة سيطال الأيادي, سيطال موجودين في الحكومة, ليس القوات الأمنية والعسكرية فحسب, بل حتى المدنيين, حتى الأحزاب السياسية التي هي موجودة ومشاركة الآن في السلطة, هي التي كانت تدعم البشير, وهي التي كانت تساهم بشكل أو بآخر, وهي كانت لها امتيازات من نظام البشير. يعني نظام البشير, يعني إذا كانت هناك أحزاب سياسية فاعلة وحقيقية ومعارضة حقيقية, لم يثبت البشير لـ30 سنة. فالناظر للأمر الشأن الداخلي السوداني مؤقت إلى حد بعيد. حمدوك كان أن يكون, ينبغي أن يكون واضحا من الأيام الأولى. هو حاول قدر الإمكان أنه يساير الوضع, ولكن الآن كأنه يعني بعد ما وصل لتاريخ مزوت وحس أنه يعني فشلا كاملا في مسألة التوفيق ما بين مكونات السلطة الانتقالية أو الحكومة أو الجيش, فقال أنه أنا الآن يعني أضع الكرة في ملعب الشعب السوداني, وهو الذي قام بهذه الثورة, وبإمكانه حراستها وبإمكانه التفريط فيها, كما الآن هو وضع النقاط فوق الحروف وكأنه يريد أن يخفص من المركب في هذا التوقيت. يعني طيب نذهب إلى مسألة أخرى, لست ندرى المركب السوداني, يبدو ليس فقط حمدوك سيقفز منه, ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردوفان بكردوفان يمنحان حكما ذاتيا بمرسوم دستوري. هذه إشارة أيضا مخيفة, الحديث عن جنوب السودان بدأ هكذا بحكم ذاتي وبدأ بمحاولة ثم وجدنا جنوب السودان دولة. أيضا هناك تخوف حقيقي الآن من النيل الأزرق, جنوب كردوفان ودارفور, وما أدراك ما دارفور. هل نحن أمام مشهد ليس فقط تشظي سلطة بل حتى تشظي جغرافي؟ نعم, هو المسألة في السودان مسألة معقدة جدا كما قلت. يعني أنت تتحدث عن بلد به أكثر من 500 قبيلة وإثنية. يعني مسألة الحكم الذاتي لولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان, يعني وإن كان البعث يراها يعني بادرة حسنة جدا في إنه يتم تحقيق السلام والاستقرار, ويتم يعني استغلال موارد الولايتين وتوزيع الفرص يعني كما بما يقتضي أهل المدينة, حتى لا يقولوا بأن هناك ظلم من المركز أو أن هناك يعني عنصرية ضد بعض المدن أو الولايات في السودان. ولكن في نفس التوقيت يعني ينذر بخطر حقيقة, يعني كون أن تعطي حكما ذاتيا لولايات أو لمدن دون أن يكون هناك استفتاء, دون أن يكون هناك يعني نظر بصورة مباشرة لهذه الموضوع, يشكل خطر حقيقي. لأن أنت تتحدث أنهم هؤلاء هو قيادات أو حركات معارضة أنت تتفاوض معهم بغرض توقيع السلام. إذا كان جاء هذا القرار أو هذا المرسوم الدستوري يعني في 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 ظل استقرار أو في وقت كان يوجد استقرار وكان يوجد أمن وسلام ليست مشكلة, ولكن هذه القوات التي تفاوض حركة عبد العزيز أو حركة عبد العزيز الحلو, الحركة الشعبية قطاع الشمال, هي التي يعني تحاول قدر الإمكان أن تفرض يعني وصايتها, أن تفرض شروطها, أن تملي للشعب السوداني ما, 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 ما يصلح أو بمصالح الحركة بعيدا عن مصالح الشعب السوداني أو بعيدا عن مصالح يعني الذين يقطنون في هذه الولايتين أو المنطقتين يعني في النيل الأزرق وجنوب كردفان. فالأحرى كان أو مسألة اتخاذ يعني مرسوم وقرار يعني ليست بالسهل كمسألة يعني إعطاء حكم ذاتي لولايتين أو لمدينتين يعني شهدتا حروب لسنوات طويلة, هي مسألة خطيرة, خاصة أن في ظل حكومة انتقالية ولا يوجد استقرار بشكل أو كبير. يعني بعد ما تم إعطاء شمال كردفان وأقصد جنوب كردفان والنيل الأزرق, هناك ولايات أخرى يعني ستدخل في الطريق, وتحدث واحد من قيادات شمال السودان بأنهم يريدون حكما ذاتيا لشمال السودان, وربما ستنطلق هذه المسألة إلى ولايات أخرى على النوبة وعلى مناطق أخرى بور سودان. يعني نجد أنفسنا أمام سودان فعلا متشظي. في مثل هذه الحالات كثيرا ما يشار بأن ما يحاك للسودان ليس فقط هو أزمة داخلية, الأزمة الداخلية ترجمة لكل ما نجده الآن من ظواهر لها, وأيضا هناك أطراف دولية وإقليمية تسعى
أن تبقى الأزمة في السودان، ولما لا نجد بعد مدة سودانات وليس سودان واحد؟ نعم بالضبط، يعني مسألة إضعاف بلد. هناك أطراف، نحن دائما يعني دائما يتم الحديث عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتم الحديث عن دول أخرى، يتم الحديث أيضا عن أدوار لدول إقليمية تريد هي أن تستفيد من هذا المخزون الذي ممكن يوفرها له لو انقسم السودان. نعم أنا أقول لك بل شيء واضح جدا. فضل. أنت تتحدث عن بلد يعني بها ما بها من ثروات، موقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر، يعني نهر النيل يتكون في السودان، يعني أنت تتحدث عن بلد به إمكانيات ضخمة جدا، شريط ساحلي ضخم جدا. نعم شريط ساحلي ضخم جدا. أنت تتحدث عن موارد يعني ضخمة جدا، يعني يا أخي في السودان يوجد يورانيوم مخصب، يعني حتى لا يحتاج تخصيص. نعم. أنت تتحدث عن ذهب، عن معادن، تتحدث عن أراضي شاسعة بإمكانها إذا تمت زراعتها بإمكانها أن تغذي العالم كلها أكبر قطيع في العالم. نعم لسنوات ثروة حيوانية ضخمة. نعم. أنت تتحدث عن مرائق طبيعية يعني كبيرة جدا، كل هذه العوامل يعني يجعل سواء كانت الدول الإقليمية أو سواء كانت الدول حتى على المستوى الدولي، يعني هناك يعني كل يحاول قدر الإمكان إذا تطورت السودان وأحسنت استغلالها لكل هذه الموارد، يعني سيصبح خطيرا وسيهدد مصالح العديد من الدول على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. لذلك الآن الدول في الإقليم أو في المنطقة تحاول أن تكون هي في الصورة، تحاول أن تكون، ولكن هي عفوا. نعم. السودان لم يشكل أي خطر في أي مرحلة من مراحله إلا إذا استثنينا ما قدمه للمقاومة الفلسطينية في فترات حكم عمر البشير، ومع ذلك لم يشكل السودان خطرا على أي دولة. نعم ولكن المشاكل الآن يشكل خطر. الآن المرتزقة السودانيين في ليبيا وفي اليمن أو الذين يقدمون خدمات أمنية في شكل بين معقفين وكانهم شركات أمنية وهم يتبعون حميديتي، هم يشكلون خطر الآن. نعم ولكن أنا الخطر الذي أقصده ليس في هذا الإطار. آه. تحديدا أنا أتحدث إذا يعني الخطر ليس بمعنى الخطر المعروف، يعني لو أتى حكم ديمقراطي مدني ممكن يتحول السودان إلى ويستغل كل ثرواته ويستغل طاقات يعني هذا الشعب الكبير والضخم. إذا تم استغلال كل هذه الطاقات سيشكل يعني خطر كبير جدا، سيكون دولة لها يعني قامتها، دولة لها كلمتها في المنطقة، دولة يعني مطلة على النيل الأزرق، يمكن أن ينشئ قواعد عسكرية كبيرة. هذا الذي يفسر في الأيام الأخيرة يعني روسيا تريد أن تنشئ قاعدة عسكرية في 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 البحر الأحمر، أمريكا تأتي من جهة أخرى، دول عربية الإمارات تحديدا تأتي تريد أن أيضا تنشئ يعني قواعد عسكرية، تريد أن تستغل مناطق في شرق السودان. يعني إذا كان هناك حكومة حرب الموانئ هناك. نعم. يعني انتباه لبور السودان نعم بالضبط في شرق السودان. فإذا كان هناك يوجد حكومة انتقالية تستغل كل هذه الجوانب المهمة في السودان، فالدول الأخرى لن تستطيع أن تستغل ولن تستطيع أن تدخل بشكل أو بآخر. كل الدول الكبيرة تحاول حماية مصالحها بشكل أو بآخر من خلال يعني إنشاء قواعد عسكرية، من خلال يعني إنشاء يعني علاقات، يعني سواء كان على المستوى الاقتصادي سواء كان على أي شكل آخر. يعني إذا استغلت السودان كل هذه المصالح ربما لا يوجد تدخل. هو صحيح، يعني هو حتى قبل في آخر أيام عمر بشير الصين على الخط، روسيا على الخط، الهند على الخط، دول عديدة منتبهة. نعم. للسودان. طيب في انتظار أن يأتي هذا الحكم الرشيد الديمقراطي في السودان، سد النهضة الذي ممكن يحول النيل الأزرق ويحول النيل كامل إلى كابوس في السودان ولم يعد رحمة ونعمة. نعم هو للأسف الشديد يعني تعامل الموقف السوداني سابقا مع سد النهضة يعني هو الذي يعني ربما أوصل الوضع إلى هذا الحال. السودان سابقا يعني تحت الموقف خط أحمر كبير جدا، لأنه لسنا ندري هل السودان موقف أم لا من مسألة سد النهضة، لأنه كان في السابق يعني لا توجد رؤية واضحة حقيقة، يعني قبل سنة أو قبل أقل من سنة كان الموقف السوداني يعني أقرب بكثير إلى الموقف الأثيوبي. كانوا الجميع يتحدث أن هذا السد يعني سيأتي بفوائد ضخمة جدا للسودان، سيحقق يعني اتفاق في مسألة الطاقة الكهربائية، بل أكثر من ذلك أن يخصب التربة، أن يحفظ الطمي، أن يغير حتى في المناخ في السودان، وما إلى شابه ذلك من الفوائد الكبيرة، وهي ربما هي فوائد حقيقية ولكن ربما نعم ربما يعني هي فوائد. بعض الأخصائيين يقولوا هذا غير دقيق، يعني نعم هذا غير دقيق، حتى وإن كانت هذه الفوائد هي
حقيقية وحاضرة، ولكن أي سد يبنى على أي نهر دولي لابد أن يكون يتم بالتوافق والانسجام مع الدول، مع الدول التي تتشاطئ على هذا على 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 هذا على هذا السد. نسبة لابد أن يكون هناك ترتيبات فنية ضخمة ما بين الطرفين. يعني أنت تتحدث عن سد يعني واحدة من 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 أضخم السدود في العالم، يعني سعة السد أكثر من 74 مليار متر مكعب، يعني أكبر من حصتي السودان ومصر لسنة ونصف. يعني ليس يعني هذا السد الضخم يعني ليست لتوليد الكهرباء فقط. لذلك تغير موقف السودان مؤخرا قبل سنة تقريبا، وأصبح يعني متقارب إلى الموقف المصري بشكل كبير، أو أن نستطيع أن نقول ليس الموقف المصري بل أن المصلحة أصبحت مشتركة ومصلحة السودان بشكل كابوس كبير، لأن التعنت الأثيوبي التي يعني شهدناها في الفترة الأخيرة، يعني فشل الانتخابات، الاتحاد الأفريقي لم يستطيع التوصل إلى أي اتفاق، مباحثات واشنطن قبل سنة لم تصل أيضا إلى اتفاق. في كل يعني الشاهد في الأمر أن فشل هذه المفاوضات أو كل المباحثات يعني يؤكد لك بأن أثيوبيا لم ولن ترضخ لأي جانب. هل هذا الذي دفع السودان لرفع المسألة مجلس الأمن؟ نعم بالضبط بالتأكيد، لأن كل العجز يعني في آخر الأمر يكون نعم لأن نعم الحل الأخير ممكن. نعم بالضبط، لأن كل التجارب أو كل المحاولات هي فشلت ولم تصل إلى اتفاق. لذلك تم رفع هذا الملف إلى مجلس الأمن، وربما يعني مجلس الأمن يعني ربما سيحدث تغيير، لأن هذا السد كما قيل أو كما قال السودان ومصر بأنه سيحدد أو مهدد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. أشكرك أستاذ مناضل عبد الله إسحاق الصحفي السوداني، رفقتنا في هذه الإطلالة على الشأن السوداني. مشاهدينا الكرام، نشكر أيضا زملاء في الأعداد والتنفيذ، ولكم الشكر مشاهدينا الكرام الحسنى المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.